عندي لكم سؤال بسيط لكن إجابته قد تفاجئكم. عند التفكير في الخضروات اللي نستخدمها يومياً، هناك مكون يعتبر جزءاً أساسياً في السلطات، الخيار. هل هو حقاً خضار؟ أو هو فاكهة؟ سأترككم تفكرون قليلاً. الجواب هو الخيار اللي نستخدمه كل يوم هو في الواقع فاكهة. نعم، فاكهة. أخبرونا في التعليقات هل كنتم تعرفون هذه المعلومة؟